ها قول يا قول يا معاذ معلش ها سقوط الشعر قشر الشعر هو قشر الشعر ده اصلا عباره عن املاح وعباره عن مواد دهنيه يعني ايه املاح ومواد دهنيه يعني مثلا انت عندك املاح مترسبه الملح ده بيطلع مع العرق لما بيطلع مع العرق مع الجسم بتبص تلاقي لو انت بتغسل جسمك حاجات بتفرفط منك كده خلاص في بعض الناس لما كانت بتلبس هدوم وبتشتغل وبتعرق هدومها بتبقى مليانه ملح زي الملح اللي بيجي في الهدوم بيجي فين في الراس ومعاه شويه افرازات دهنيه فبيعمل لنا ما يسمى بالايه بالقشر المفروض ان هو في الناس الطبيعيه طبيعي الانسان الطبيعي بيغسل راسه مره بميه دافيه كذا كذا فبيحافظ على وجود هذه الطبقه الدهنيه باستمرار انت بقى بتحط مزيلات القشره ومزيلات مش عارف ايه والجل كل ده بيضحك عليك لان ده افراز طبيعي هتوقف العرق ازاي وقف العرق ازاي وكل ما كان عندي افرازات اكتر كل ما كنت بتخلص من السموم اكتر انا مش عايز حد يضحك عليك ويقول لك مزيل الشعر مزيل القشر مزيل ايه يا عم الحاج في ايه ها الاطعمه اللي بتقوي الذاكره طبعا الاطعمه بتقوي الذاكره اول حاجه الاطعمه اللي بتحتوي على فسفور وكبريت عادي بمعنى ايه يعني مثلا اقول لك على حاجه غريبه جدا انت عارف البيضه صفار البيضه مهم جدا مهم جدا حاجه اسمها الفوسفوليبيدز فلو انا اديت للطفل كل يوم بيضه طبعا مش مهم لا البياض ولا الصفار اديته بيضه ها كلها حاف بس مضغها كويس بتقوي الذاكره ايه تاني بيقوي الذاكره الحاجات اللي بتحتوي على العناصر الضروريه للهضم والامتصاص زي التمر ما تزيدش في البلح عن كام عن 3 زي العنب ما تزودش في العنب مثلا عن 10 حبات واخد بالك زي العسل ما تزودش منه عن معلقه او معلقتين لا تزيد في البلح عن 3 أو 7 لكن ما اقدرش احط كيلو بلح اكله كله كده ما فيش ذاكره كده انت مسحت الدنيا فاللي انا عايز اقول لك عليه ان الاطعمه التي تقوي الذاكره هي التي سريعه الهضم سريعه الامتصاص هقول لك على سنه كان بيعملها النبي محمد حضره النبي محمد كان بيجي يحط 3 تمرات وعليهم شويه ميه واذا افطر يقول بسم الله اللهم لك صمت على رزقك ايه افطرت صح ابتلت العروق وذهب الظمأ وثبت الاجر ايه ان شاء الله صح كده لما كان حضره النبي بيشرب ده على فكره لما جربت ده لقيت ان انا فعلا ابتلت العروق وذهب الظمأ وثبت الاجر ان شاء الله بمجرد ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتشرب المواد دي بتمتص بسرعه بتمتص من البق وتبص تلاقيك عرقت فعلا يعني على طول على طول الاوعيه وصدلتها مواد غذائيه سريعه وابتلت العروق وبدا يسري الطعام في العروق في الدم وبدات تشعر بالعرق لان الانسان ما بيعرقش الا اذا ضمن كميه كبيره من السوائل يبقى امتى تعرق اذا ضمن الجسم كميه كبيره من السوائل او اذا كان عندك حمى وسخونيه وحراره مكتومه في هذه الحراره في هذه الحاله يفتح الجسم المسام ويطلع الحراره المكتومه في صوره ايه عرق فالعرق ده اصلا ثيرموريجليتور يعني ينظم حراره الجسم عشان كده بيقول لك ما تزعلش من العرق العرق بينظم حراره الجسم العرق بيخلصك من السموم والامراض العرق بيكفر عنك سيئات وذنوب العرق بيطلع المواد السامه المخزنه اللي مش قادره الكليه حتى تطلعها افرح جدا بالعرق ولذلك لما يجي واحد بيقول لك انا بعرق قلت له تفرح تسجد لله شكر ايه اطعمه بتقوي المفاصل اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي الاطعمه بتقوي العضلات العضلات والمفاصل تقوى اول حاجه بالزبادي البلدي اوعى تنسى كوبايه زبادي كل يوم او حته جبنه قريش لان دي فيها ايه فيها كالسيوم ما تنساش 3 بلحات لان اقوى عنصر بالكالسيوم تنساش معلقه الحلبه ممكن قوي قوي لو واحد قلقان من الحلبه بنحط نص معلقه حلبه نص معلقه ينسون نص معلقه شمر انا امبارح اضفت اليها شعره زعتر ايه الجمال ده ايه الروعه دي يعني كل يوم تقدر تضيف حته فتضيف اليك جمالا وروعه انما التعود على طعم واحد مش مظبوط واضح فاللي انا عايز اقوله انك انت تقدر المشروبات الساخنه والسلطات الخضراء علاجا انا ساعات ماليش نفس اتعشى ومش هتعشى يبقى اجيب طبق سلطه خضراء خس وجرجير وجزر وبصل واقول بسم الله واكل سلطه بس السلطه دي سريعه الهضم ها سريعه الامتصاص معاك كوبايه زبادي انت روعه مش محتاج لا نشويات ولا بروتين ولا اي حاجه اللبن الصافي مضر للقولون اللي هو اللبن الحليب
اللبن الحليب الصافي من غير القولون الا للاطفال بس. وحتى الاطفال الرضع ما نقدرش نديها لبن سك. بنعمل هومانيزيشن اوف ميلك، يعني ايه؟ بنجيب ربع كوبايه لبن بقر او جاموس ونحط عليها ثلاث ارباع كوبايه ميه سخنه عشان نحول اللبن بتاع البقره او الجاموسه الى ما يشبه ايه؟ لبن الام. لكن لبن سك كده هيبوظ له مصاريف. وبعدين في عندنا حاجه اسمها اللاكتيز انزيم اللي بيهضم لاكتوز اللبن، بيقل مع العمر، كل ما تكبر في السن يقل هذا اللاكتيز الانزيم الذي يهضم اللبن، وبالتالي البان رز بمهلبيه، رز بلبن، مش عارف ايه، كيك، كل ده يبتدي يعمل لك مغص ويعمل لك انتفاخات وغازات. ليه؟ لان اللاكتيز اللي بيهضم سكر اللبن بيقل مع العمر. وضحت؟ طيب ها، حرقان البول معناه ان عند حضرتك املاح كتيره جدا، والمفروض ان سيادتك اول ما تحس بحرقان البول ها يا اما تدفي نفسك وتشرب سوائل دافيه كتير والحرقان يروح، او تروح على طول على الدكتور عشان يعمل لك تحليل بول يقول لك نسبه الاملاح نازله قد ايه. هل حرقان البول نتيجه املاح زياده؟ هل حرقان البول عندك بكتيريا الانفكشن، عندك مشكله في العدوى؟ هل حرقان البول عندك ايه؟ حصوات بتدوب؟ فلازم على طول تجري تعمل تحليل وتشوف انت عندك ايه. لكن تسيب الحرقان وتسيب الامساك، وانا قلت لكم المره اللي فاتت اوعى يعدي عليك يومين ما تعملش اخراج براز، اوعى، والا كتمه الفضلات هتموتك، هتوقع لك الشعر، تبوظ لك الجلد، تبوظ لك الكلى، تبوظ لك الكبد. من فضلك لازم تتاكد انك بتعمل براز كل يوم. وكان قلت لكم على هديه قبل كده، ايه الهديه اللي قلت لكم عليها؟ اربع حاجات تعملهم قبل ما تنام، ايه هما؟ نظف القولون، تاكد انك عملت براز قبل النوم، اغسل سنانك، ها، طهر قلبك، سيب الامر لله وربنا هيتصرف، وايه كمان؟ ونظف صوابع رجليك، من فضلك نظف صوابع رجليك، ايا كانت شريعتك او دينك، نظف صوابع رجليك. طبعا الكلام اللي انا بقوله ده يا رب يكون كلام مقبول وسهل، يا رب يرزقنا الوقايه والمناعه من الفيروسات، يا رب يرزقنا صحه جيده، يا رب اولادنا تجري وتلعب في الشمس. اخر سؤال اتفضل. نقص كالسيوم الاسنان، يعني نقص كالسيوم العظم كله. اكبر مصادر للكالسيوم ايه؟ ها، اللبن الرايب، الجبنه القريش، لازم ما تفوتهاش، وايه كمان؟ والبلح، اوعى تسيب ثلاث بلحات. لكن اقوى عنصر للكالسيوم عشان يمتص اللي هو فيتامين دي، وفيتامين دي ده بناخده منين؟ من الشمس. فلو خدت كل اقراص الكالسيوم اللي في الدنيا من غير شمس مش هيمتص. برافو عليك. وممكن يكون كالسيوم الاسنان ضايع بسبب البيبسي والكولا والشوكولاتات والمصاصات اللي بوظت السنان باستمرار. من فضلك اي ولد او بنت شم ريحه بقه متغيره، من فضلك تطلع بيه على طول على طبيب الاسنان. من فضلك ما تسيبش ابنك ريحه بقه وحشه، ما تسيبهوش بيشتكي من سنان، اطلع على طبيب الاسنان يقول لك عنده ايه.